يفرض الواقع الاستراتيجي الجديد نفسه على كيان العدو الإسرائيلي مع كل ما يحمله من تحديات وفرص. ففي حين تخشى مختلف الدوائر الصهيونية من مخاطر الانزلاق نحو مواجهة شاملة، تركز أوساط العدو على المكسب الذي انكشف خلال هذا التصعيد، وهو اصطفاف دول التطبيع العربية وكذلك السعودية إلى جانب تل أبيب عبر مشاركتها بأشكال مختلفة في عملية اعتراض الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية. عندما نتجه إلى عمل إضافي ضد إيران سيكون هناك رد على الرد، ونحن سنرد كذلك الإيرانيين، وعندما نصل إلى ذلك سنصبح في مواجهة مباشرة. فنحن أمام تنقيط من غزة ولبنان تحولت إلى طوفان، وكذلك مقابل الحوثيين، في حين أننا نجحنا باعتراض جزء كبير من الصواريخ الإيرانية بالمساعدة الأمريكية وكذلك من البريطانيين والأردنيين، ومن دون الرادارات الأمريكية الموجودة في البر والبحر والجو لما كان يمكننا المواجهة. لذا يجب علينا الرد بالتنسيق مع الأمريكيين. لقد واجهنا التهديد الصاروخي الإيراني وإلى جانبنا الدولة الأقوى في العالم ومعها دول حليفة أخرى، والتعاون الذي جرى مع السعودية والأردن كان تعاونا مذهلا، وهذا التعاون هو أمر مهم بشكل كبير جدا. ومن جهة مقابلة حذرت أوساط صهيونية من أن تكون تل أبيب أمام فخ استراتيجي نصبه الإيرانيون لجرها إلى حرب استنزاف طويلة من أجل إضعافها وتقويض ثقتها وقدرتها على الصمود. إيران نصبت لنا كمينا استراتيجيا ونحن عالقون في فخ، فإيران تركض لمسافة طويلة، وكل ما نراه الآن هو نتيجة تخطيط منذ 30 عاما على الأقل، وهم يفعلون ذلك من أجل أن نبقى في حالة استنزاف، وهم ينظرون إلى 7 أكتوبر على أنه بداية ماراثون طويل جدا، وإننا نستنزف شيئا فشيئا ونضعف شيئا فشيئا ونصبح ضعفاء من الناحية الاستراتيجية. لذا علينا أن نخرج من هذا الكمين وندرس خطواتنا وعدم الرد بشكل انفعالي. الحرب مع إيران هي قضية مختلفة كليا، وإسرائيل لا تستطيع الانزلاق إلى حرب من هذا النوع على أمل أن يمتص الإيرانيون الضربة. هم لن يمتصوا الضربة، وهذا الأمر ليس 7 أكتوبر، فالإيرانيون لم يبدأوا المعركة، إنما إسرائيل هي من فتح المعركة، وقد ردوا على الهجوم الإسرائيلي وقالوا إننا أوقفنا العملية بعد الرد. والسؤال أننا مقابل جبهتين مفتوحتين، فهل علينا أن نفتح الجبهة الأكثر تعقيدا والأكثر كلفة مع عدم القدرة على التحمل بعكس إيران؟ فالذهاب في هذا الاتجاه سيكون خطأ استراتيجيا. أوساط صهيونية رأت أن الكيان العبري يواجه معضلة لا يمكن حلها، فالذهاب إلى التصعيد مع طهران يمكن أن يجر الأمور إلى مواجهة لا يريدها أحد، لكن عدم الرد سيكون له مفعول سلبي جدا على صورة إسرائيل في المنطقة والعالم.